إن تجربة الشورى في عمان كما أكدنا دائما تجربة ناجحة والحمد لله، جاءت متسقة مع مراحل النهضة، متفقة مع قيم المجتمع ومبادئه، متطلعة إلى بناء الإنسان الواعي لحقوقه وواجباته، المعبر عن آرائه وأفكاره بالكلمة الطيبة والمنطق السليم والحكمة المستندة إلى النظرة الصائبة للأمور. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. يستكمل المواطنون في محافظة مسندم كباقي محافظات السلطنة استعداداتهم لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة ضمن مرحلة تكون القناعات الخاصة بعملية اختيار المرشح الأكفى القادر على مواكبة الأدوار المطلوبة من مجلس الشورى في واحدة من أهم فتراته. المتابعون لهذه التحضيرات في مسندم يتحدثون عن تطور واضح في معايير الناخب ونظرته تجاه المرشح الذي تتوافر لديه ممكنات الإسهام البناء والقراءة السليمة والموضوعية لعملية بناء عمان الحديثة في عقد نهضتها الخامس، وكذلك الإدراك الشمولي الواعي لكافة المواقف والتحديات الإقليمية والدولية. ولايات مسندم الأربع لها من المقاعد أربعة في مجلس الشورى للفترة الثامنة، وتقول فعاليات محلية هنا إن الآمال معقودة على مترشحيها الذين يجب أن يقدموا خطة واضحة في برامجهم الانتخابية القادمة في متابعة ومواكبة خطط الدولة الموجهة نحو تنمية وتطوير المحافظات ومنها مسندم. ويرصد المجتمع من ناحية ثانية مؤشرا جديرا بالاهتمام، وهو تنامي وعي الناخب بأهمية صوته وما يشكله من مكانة وطنية في رسم معالم المستقبل للوطن عمان عبر مخرجات انتخابية تضع كلا من الناخب والمرشح في اختبار صعب تعين على إجابة أسئلته الموضوعية. الدعاية الانتخابية التي يحملها المترشحون فور إعلان القوائم النهائية. في المقابل لا يخفي البعض هنا بعض الضغوط التي ما زالت مشاهدة في بعض الزوايا ضمن المعطى الاجتماعي المحافظ كضعف ثقة المرأة بقدرتها التنافسية كمترشحة في بعض الأحيان، لكنها كناخبة بقيت سباقة. وتقدم البداية المبكرة للاستعداد الانتخابي قراءة موضوعية جدا إزاء تطور نوعي يعكس بوضوح نقلة لافتة في مسيرة الشورى العمانية في تجسيد استراتيجية التدرج المحسوب لمنهجها العماني الصرف. أرحب بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام من ولاية خصب في محافظة مسندم في حلقة جديدة من برنامج الشورى صوتك، لنقترب من استعدادات المواطن هنا في مسندم لانتخابات أعضاء مجلس الشورى القادمة. ويسرني أن أرحب بضيوف هذه الحلقة سعادة الشيخ راشد بن سعيد الكلباني والي خصب ورئيس لجنة الانتخابات بالولاية،
الدكتورة مريم بنت صالح الصوالح الشحية طبيبة أسرة ومجتمع، الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي رئيس قسم التحليل والدراسات بالمديرية العامة للتربية والتعليم في محافظة مسندم، والأستاذ خالد بن أحمد الشحي رئيس نادي خصب الرياضي. أرحب بضيوف الأعزاء في هذه الحلقة، كما أرحب بكم أينما كنتم مشاهدين ومستمعين الكرام. أعود إليكم بعد هذا الفاصل، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. خصب يمثلها واحد، نتمنى أن يكون الشخص هذا هو الحلقة الوصل بين ما هو مطلوب منه وما يريده المجتمع والمواطنين. يهمنا الشخص يكون مثقف لدرجة، لأنه يمثل السلطنة، مو بيمثل الولاية. الآن عضو مجلس الشورى يطلع لبرا يصير الدول يمثل السلطنة في كل في 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 مكان. نرشح أي واحد يكون زين، يكون زين، ونرشح يكون يخدم المواطن بأي شيء، بأي حكومية، بأي مكان. عضو مطلوب منا بكل تأكيد تقديم المصلحة العامة ومصلحة المواطن والوطن على المصلحة الخاصة، هذا أمر مهم جدا. الأمر الآخر أيضا أن يكون شخص ذا مستوى ثقافي وعلمي جيد، حتى يستطيع أن هو يتحدث، وحيث يستطيع أيضا أن ينقل نبض المواطن بشكل صحيح وسليم إلى سواء المسؤولين أو في داخل قبة المجلس لمناقشة الوزراء أو مناقشة المسؤولين الكبار في الدولة. المواصفات طبعا هي يحكمها الشارع الانتخابي طبعا، من حيث أن كفاءة هذا العضو، تواصله مع المجتمع، درايته وإلمامه بالقوانين والأنظمة والتشريعات والفكر كذلك، والتأهيل، وليس التأهيل بجميع المعطيات من مؤهلات علمية ومن خبرات عملية، كلها تأتي في بوتقة واحدة تصب في مصلحة الوطن والمواطن. يفضل أن يكون عضو مجلس الشورى من أصحاب الشهادات الجامعية، من أصحاب العلاقات الاجتماعية، له مثل ما يقولوا يعني دور كبير في الولاية، حتى يتمكن من تحقيق هدفه والقيام بالدور، يعني الدور المطلوب منه. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، أهلا بكم ثانية في برنامج الشورى صوتك، وهذه الحلقة التي تأتيكم من محافظة مسندم. سعادة الوالي، أبدأ من معك مباشرة، إذن ما هي التهيئة التنظيمية التي اتخذت في محافظة مسندم كولايات، كقرى، كبلدات، كجزر للحدث المنتظر وهو انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فمنذ صدور قرار معالي السيد وزير الداخلية الموقر
بتشكيل لجان الانتخابات في الولايات وولايات محافظة مسندم من ضمن تلك الولايات، بدأت الاستعدادات مبكرة في الحقيقة. فاجتمعت تلك اللجان، وتكلم عن ولاية خصب، اجتمعت لجنة الانتخابات أكثر من اجتماع للإعداد ولانتخابات مجلس الشورى للفترة الثامنة. بعد ذي بدأ طبعا تم اختيار المراكز الانتخابية. طبعا روعي في هذه انتخاب في هذه المراكز اللي هي قربها من التجمعات السكانية وخدمة كذلك جميع الناخبين، سواء كان في مركز الولاية الإداري أو في النيابة، نيابة ليما، أو في القرى الساحلية. فكما أسلفنا اجتمعت لجنة الانتخابات عدة اجتماعات واطلعت على التعاميم والتقارير الصادرة من الجهات المسؤولة. فلله الحمد لا زال طبعا الاجتماعات مستمرة يوما بعد يوم، والاستعدادات كذلك مستمرة. وإن شاء الله لليوم، ليوم التصويت يعني. والمواطن ينتظر ذلك الحدث الوطني باهتمام بالغ. سعادة، كيف إذن تنظمون المسائل الإجرائية بالتحديد المتصلة بالانتخابات والنقل في هذه المحافظة، ولاية محافظة مسندم، في ضوء مؤشر التغير الواضح تجاه نظرة المواطن والمجتمع إلى مقعد مجلس الشورى؟ طبعا وعي المواطن أو وعي الناخب على مدار هذه الفترات والحين داخلنا على الفترة الثامنة يتطور فترة بعد فترة، وأصبح وعي المواطن بصفة عامة والناخب بصفة خاصة باختيار ممثليهم في مجلس الشورى يعني بشكل مرضي جدا يعني. ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن يرتقي طبعا في اختيار الأكفاء لتمثيل الولايات في مجلس الشورى، كذلك لخدمة في النهاية لخدمة الوطن في السلطنة ككل يعني. نعم. أنتقل إلى الأستاذ خالد، وفي الواقع نتحدث عن صورة مقربة يمكن أن تقدم لنا عن تطور قضية الوعي الانتخابي في ولايات محافظة مسندم لدى المجتمع هنا في محافظة مسندم، يعني وبخاصة عندما نتحدث عن فئة الشباب. يعني حسب اليوم حديث انتخابات مجلس الشورى، عندما يعني تجولنا في أرجاء المحافظة في الواقع وجدنا حقيقة يملأ الأرجاء وخاصة لدى فئة الشباب. كيف تقرب لنا هذه الصورة؟ طبعا نحن نتحدث عن جيل جديد، جيل حديث متعلم واعي مثقف مطلع، جيل مدرك لأهمية مجلس الشورى وأهمية الإدلاء بصوته. طبعا فئة الشباب بدأت ولله الحمد في هذه الفترة بدأوا يتفاعلون بشكل كبير مع هذا الحدث، وقرأنا حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، التغريدات في التويتر، في الفيسبوك، أيضا في المنتديات المختلفة بدأوا يتحدثون عن المترشح الجيد، المترشح الواعي، المترشح المتعلم، عن المترشح الخبرات، وعن الكفاءة اللي ممكن يمتلكها هذا المترشح لكي يخدم عمان في الفترة القادمة إن شاء الله تعالى. نعم. طيب أخ خالد، مؤسسات المجتمع المدني كالأندية الرياضية والجمعيات وغيرها، يعني كيف تعمل اليوم على مساعدة الناخب والنقل هنا أيضا في محافظة مسندم على تفنيد الاتجاه الأصوب لصوته؟ بمعنى آخر، الأدوار المعتادة لهذه المؤسسات في الانتخابات، كيف كانت في الانتخابات السابقة، الفترات السابقة، وماذا يتوقع لها في انتخابات الفترة المقبلة؟ طبعا بلا شك الأندية هي صروحها، يعني لالتقاء الناخب بالمترشح
لعرض أجندة لعرض أجندة الانتخابات. يلتقي طبعا احنا عملنا خطة عمل بدأنا فيها وعرضناها على رئيس اللجنة، طبعا خطة لتوعية، نشر توعية وثقافة بأهمية اختيار الناخب الأكفى. عندنا برنامج عمل مكثف إن شاء الله في قادم الوقت. هذا البرنامج من شأنه أن يوعي أو ينشر ثقافة مجلس الشورى. ما هي رسالته الانتخابية أو المرتبطة بالوعي الانتخابي هذا البرنامج؟ عن أهمية الاختيار، أهمية إدلاء بصوتك أنت، قيمة الصوت، قيمة الصوت الانتخابي للمترشح الأكفأ طبعا مثل ما ذكرنا سابقا. نعم دكتورة مريم، يعني هناك محاولات في الواقع خلال الفترات الانتخابية السابقة من المرأة في محافظة مسندم كمترشحة، وفي الواقع حظيت باهتمام المراقبين وأيضا بتقدير المجتمع هنا في هذه المحافظة. كيف يبدو حضورها في الفترة القادمة برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أشكركم على هذا اللقاء ورحب فيكم في محافظة مسندم وبالأخص في ولاية خصب. في الحقيقة أن مشاركة المرأة في الأعوام السابقة دلت على أولا الوعي بالمسؤولية تجاه المجتمع وروح المواطنة اللي حفزها طبعا التطور والتنمية اللي شهدتها المرأة في السلطنة. نتأمل إن شاء الله أن هذه الروح تستمر، ولدينا تفاؤل صراحة أنه المرشحات في الفترة القادمة يكونوا أكفأ وعلى مستوى علمي يوازي الصلاحيات ومهام والآمال المعقودة على مجلس الشورى في الفترة القادمة. نعم، تعتقدين أن المخرجات أو تقولين أن المخرجات المرتبطة بالعملية الانتخابية يجب أن تكون مسايرة للتطور الحاصل في مسؤوليات واختصاصات مجلس الشورى على المستويين التشريعي والرقابي؟ طبعا، لأن العضو في الفترة القادمة مثل ما شاهدنا في الفترة الحالية أوكلت له مهام لابد أن يكون ذو كفاءة علمية حتى يستطيع أن يخدم المجلس، ليست تقديم يعني خدمات أو خدمة الولاية من ناحية خدمية أو تسهيل في مشاريع، وإنما المصلحة المجتمع ككل من ناحية تحسين التعليم، الارتفاع والرقي بالخدمات الصحية، تحسين الجوانب الأخرى مثل الثروة السمكية والزراعية، حتى القوانين، سن القوانين، يعني طلب من أعضاء مجلس الشورى مراجعة هذه القوانين، اتفاقيات، أيوة، إبداء رأيهم، رفع توصياتهم، وصلاحيات وصلت حتى إلى أنه بإمكانية أعضاء مجلس الشورى أنه يناقشوا مواضيع لم تطرح وإنما رأى الأعضاء أهميتها. نعم، في ضوء هذه الصلاحيات أو هذه الأحداثيات الجديدة لاختصاصات مجلس الشورى كما تتحدثين دكتورة، هل تعتقدين أن هذا سيحفز يعني المجتمع كناخب أو مترشح فيما يتعلق بعملية التفاعل والتواصل يعني الوصول ولتحقيق مخرجات يعني تناسب هذا يعني هذه الاختصاصات وهذه الرؤية التي تتحدثين عنها؟ أتوقع أنه الناخب في هذه المرحلة إذا تم توعيته بالأهداف الرئيسية والمهام الرئيسية لمجلس الشورى بيفكر بعمق في كفاءة المرشح والأجدر والكفء بالحصول على صوته. نعم دكتور يوسف، ما هي مواصفات المترشح كمتابع طبعا في مختلف ولايات المحافظة، مواصفات المرشح الذي ينظر إليها المواطن هنا كناخب في الفترة القادمة، وكيف يمكن أن نرصد تطور الرؤية في هذا الاتجاه؟ بصراحة مجلس الشورى خطوات متقدمة للأمام وحدث فيه نقلة نوعية حتى من خلال مجتمعنا في محافظة مسندم. يعني مثلا بدل من أن يكون الناخب يرشح من
معايير قبلية وغير قبلية أصبح الآن أكثر وعيا وأكثر إدراكا بحيث يختار من هم الأكفأ، من هو الأكفأ في التمثيل. نعم، هل هذا الوعي تنامى هنا في محافظة الآن مسلمة؟ الحمد لله بدأ تنامى خاصة مع فئة الشباب، لأنهم أكثر وعيا بأن اختيار أصحاب الخبرة أصحاب الشهادات العلمية وهم من سوف يمثلون الولاية والممثلين المحافظة بصفة عامة، خاصة الشباب يركزون على هذه المعايير التي هي أكثر أهمية من بقية المعايير الأخرى. نعم. طيب في هذا الإطار كيف هي مؤهلات المتقدمين للترشح؟ ما زلنا بانتظار القوائم بطبيعة الحال عن ولايات المحافظة قياسا بما عايشتموه خلال الفترات الانتخابية السابقة. مما المؤهلات يعني العلمية. المؤهلات العلمية الآن مما بدأ العلمي حتى أن البعض عنده درجة الماجستير والبكالوريوس، فهذا يبشر بالخير بأن إن شاء الله نحن في تقدم مستمر وأن هؤلاء أصحاب الكفاءة العلمية سوف يمثلون خير تمثيل في مجلس الشورى، يكون لهم دور حتى في مراجعة القوانين والأفكار الإبداعية التي تخدم الوطن والمواطن من خلال ما لديهم من قاعدة علمية سوف تسهم في التطوير إن شاء الله. نعم. المجتمع التربية والتعليم من معلمين ومعلمات وخلافه يشكلون حقيقة قاعدة عريضة. صحيح. كيف يمكن رصد اتجاهات الناخب في هذه الحقول تجاه مرشحه القادم؟ اتجاهات الناخبين معنا في عموما في خاصة في المدارس أن هم يختارون الأكفأ بغض النظر عن القبيلة أو غيره، كذلك كما ذكرت يعني موضوع الكفاءة العلمية ومهاراته في الاتصال والتواصل مع الآخرين. هل بدأ فعلا المواطن يحقق في الشخصية التي طلبت الترشح؟ أكيد يحقق ويسأل، البعض منهم يسأل ما رأيكم بفلان، ما رأيكم بفلان، هذا الشيء بالشر والخير. نعم. بغض النظر عن السابق أحيانا كان البعض فقط يرشح لقبيلة أو غيره، لكن الآن يكون يسأل عن هذا مهاراته، حتى مهاراته في الإلقاء والخطابة والحديث وفي اللقاء بأصحاب المعالي الوزراء وغيره ومتابعة ما يجري المستجدات في مجلس الشورى. نعم، في مجلس الشورى. نعم. أثناء إلقاء البيانات وغير ذلك. نعم، وقبل إلقاء البيانات حتى في زياراته لمكاتب أصحاب المعالي وغيرها، أن عمل مجلس الشورى لا يقتصر فقط على الجلسة التي الحوارية مع أصحاب المعالي الوزراء، وإنما أيضا ما قبلها وما بعدها واللجان المتخصصة الموجودة في المجلس، كل هذه خاصة اللجان تحتاج إلى أصحاب كفاءة علمية ومتخصصين وعندهم دراية بالقوانين والأنظمة والمستجدات وما يدور حولنا في العالم، وأيضا تقوية العلاقات بين السلطنة والدول المجاورة وغيرها، فلا بد يكونوا على قاعدة علمية متمكنين بحيث يقومون بدورهم على أكمل وجه. نعم. سعادة الشيخ، إلى أي حد ساهم شرط الدبلوم العام، شهادة الدبلوم العام للمترشح أو يعني في حفز أصحاب المؤهلات العلمية للدخول كمترشحين، ونضرب مثلا في محافظة مسندم؟ لا شك طبعا تحديد المؤهل العلمي سيساهم في تقدم أصحاب الشهادات العليا للترشح لعضوية مجلس الشورى، وتتفاوت طبعا الولايات سواء كان ولاية محافظة مسندم أو ولاية الأخرى في المحافظات الأخرى في السلطنة في هذا المضمار. أكيد يعني بيكون تحديد المؤهل العلمي سيشجع أصحاب الشهادات العليا للترشح لعضوية مجلس الشورى، وأكيد ترشحهم معناته سيسهم في إثراء مجلس الشورى، في جلسات مجلس الشورى، في مراجعة مشاريع القوانين والأنظمة اللي تعرض على مجلس الشورى، في إثراء هذه الجلسات بالمفيد للسلطنة إن شاء الله. نعم. طيب سعادتك، ما هي الإمكانات التي ستوفرونها لانتقال المواطنين من للإسهام في عملية التواصل بين الناخب والمترشح في ظل صعوبة التضاريس بين مركز كل ولاية، تجمعاتها، قراها، جزرها، أيضا مختلف البلدات في المحافظة، هناك صعوبة في التضاريس أحيانا، ما هي التسهيلات التي ستقدم لتفعيل وتدعيم هذا التواصل بين الناخب والمترشح بعد إعلان القوائم؟ طبعا بعد إعلان القوائم النهائية، وإلى الحين طبعا لم تعلن حتى القوائم الأولية،
هناك اللي هي الدعاية الانتخابية اللي سيقوم طبعا المترشح لعضوية المجلس بالتعريف بنفسه بمؤهلاته العلمية والعملية كذلك ورؤيته في خدمة الولايات المحافظة. وإن كان هناك تضاريس صعبة ولكن التواصل موجود، وهذا التنوع الجغرافي الموجود في المحافظة ولله الحمد ما زاد أبناء هذه المحافظة الأوفياء إلا إصرار بالتواصل، إصرار بزياراتهم فيما بينهم. وقد يكون الزائر يرى أنه فعلا في صعوبة في الناحية الجغرافية، ولكن لله الحمد التواصل موجود على أكمل وجه يعني. نعم. المقصود تدعيم هذا التواصل أثناء العملية الانتخابية وأثناء حتى الدعاية الانتخابية من خلال العبارات، من خلال وسائل النقل المختلفة للمساهمة في تعزيز هذا التواصل وبالتالي إنجاح الأمال والأهداف المرسومة. أكيد ما شكلت اللجان ومن ضمن على رأسها لجنة الانتخابات في الولايات إلا وطبعا واللجان الفرعية إلا لتسهيل هذه العملية الانتخابية. هل من خطط ووضع الإجراءات اللازمة للتسهيل على جميع الناخبين للوصول للمراكز الانتخابية وإرشادهم طبعا بالطرق السهلة، وطبعا اللجان وعلى رأسها لجنة الانتخابات لا تألو جهدا في تذليل كافة الصعوبات التي تعترض جميع الناخبين في الإدلاء والأريحية في الإدلاء بأصواتهم. نعم. إن شاء الله يعني. طيب سعادتك يعني في ضوء هذه الإحداثيات كيف سيتم توزيع المراكز الانتخابية في ولايات المحافظة، وهل هناك متغير جديد في عدد هذه المراكز نظرا للنمو السكاني وغيره من إحداثيات؟ أكيد طبعا هناك أكثر من مركز انتخابي. كم عدد المراكز؟ مثلا في ولاية خصب 4 مراكز انتخابية، مركز للرجال ومركز للنساء في مدرستين منفصلتين طبعا في المركز مركز الولاية اللي هي مدرسة أبو بكر للتعليم الأساسي رجال ومدرسة مسندم للتعليم العام بيكون للنساء. عندنا طبعا مركز انتخابي مشترك رجال ونساء في نيابة ليمة، كذلك عندنا اللي هي مدرسة حمزة بن عبد المطلب وفي قرية كمزار للقرى الساحلية كذلك وما جاورها من قرى جميعا طبعا مدرسة محمد بن صالح المنتفقي كذلك مشتركة. هذه المراكز الانتخابية المقصود فيها التسهيل على جميع الناخبين للوصول في الوقت المحدد والأريحية اللي تم في هذه المدارس أو المراكز الانتخابية لجميع الناخبين إن شاء الله. نعم. في العامل العددي هل هي ذات المراكز اللي شهدناها في الفترة السابعة أم هناك زيادة في عدد المراكز؟ تقديرا هي نفسها يعني ما في زيادة، هي 4 مراكز فينا والولايات الأخرى نفس السالفة، ما في بحد في زيادة في المراكز كما كانت سابقا يعني. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحوار، نرجو أن تبقوا معنا. لم نقصد بالإشارة إلى ما سبق مجرد التذكير بالمنجزات التي تمت على أرض هذا الوطن العزيز
فهي ماثلة للعيان ولا تحتاج إلى أي برهان، وإنما أردنا أن نؤكد على أهمية المحافظة عليها وصونها وحمايتها لكي يتمكن الجيل القادم والأجيال التي تأتي من بعده من أبناء وبنات عمان من مواصلة المسيرة الخيرة برعاية المولى عز وجل وتوفيقه وعونه. هذول المطلوب منه أن يتصف بصفات اللي هي آتية، مثل أن يكون متعلم ذو ثقافة عالية، على الأقل أن يكون أكاديمي جامعي، وبنفس الوقت أن يكون صادق مع نفسه وصادق مع المجتمع مع مواطنيه مع أبناء ولايته، أن يكون مرشح في ولاية مدحة ذات كفاءة وذات قدرة في الحديث ومؤهل علمي، وأن يكون مطلع وأن يكون اجتماعي وأن يساعد ينقل ما تحتاجه هذه الولاية إلى المجلس الشورى. يجب أن يكون مثقفا ولديه اطلاع واسع، بحيث أنه لأن الإدراك مطلوب منه والمصداقية لابد منها أن تكون متوفرة فيه، حتى لأنه فإذا كان مطلع ومدرك يستطيع الموافقة ما بين طلبات الأهالي والتنسيق ما بين، يعني ألا يكون همزة وصل بينه وما بين الحكومة إن شاء الله. كل ما يتمناه الشخص من مجلس الشورى أنه يكون إنسان واعي مثقف قادر على إيصال الرسالة للجهات المعنية أو غيره. مواصفات أقول لك يكون يعني معنى كلمته، يعني عند الكلمة ماله، يساعد الفقير يساعد المحتاج اللي يجي له اللي يساعده، هم محطاي عشان يتكلم عن المواطنين. يجب أن يكون لديه ما هو المهم وما هو الأهم، ليست الوجاهة هي أهم نقطة يجب أن يتصف بها، لا، هناك قبل الوجاهة الخدمة الاجتماعية، الخدمة التطوعية الذي يجب أن يقدمها لهذه البلد. احنا نريد عضو مجلس الشورى يكون يخدم المجتمع، يخدم المواطن، يخدم أي حاجة، ويطالب، ما نقول ما يطالب، يطالب أمام الحكومة، لأن المواطن يعرف من يعرف عضو مجلس الشورى. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نرحب بكم ثانية في برنامج الشورى صوتك، ونذكر أن هذه الحلقة تأتيكم من محافظة مسندم. أستاذ خالد، كيف يجب أن ينأى المترشح عندما يبدأ بممارسة حملته الانتخابية عن بعض الملاحظات التي يتحدث عنها بعض الناخبين في الفترات السابقة، بأن هذا المترشح أو ذاك يطلق وعود كثيرة ربما لا يستطيع أن يحققها، ليس له علاقة بها ولا يملك أصلا مفاتيحها؟ صحيح، هو دائما الحملات الانتخابية تعكس مدى وعي وثقافة المترشح، فإذا ما أطلق وعود يعني عالية وعود لا يستطيع هو الوفاء بها، لذلك ضرورة لقاء الناخب مع المترشح لعرض، ويجب أن يكون المترشح أكثر واقعية، أكثر واقعية وأكثر وعي وأكثر إلمام، خاصة وأنت مثل ما ذكرنا سابقا أنك أنت تعايش الآن جيل متعلم فاهم. حقيقة القانون الانتخابات اليوم يتيح
كثير من التسهيلات للمترشح. اليوم الدعاية الانتخابية أو الحملات الانتخابية يمكن أن تمارس في الصحافة، في مواقع النشر الإلكتروني، يمكن أن تكون حتى في القنوات المسموعة والمرئية الخاصة. كيف تعتقد أن تتطور الحملة الانتخابية والدعاية الانتخابية خلال هذه الفترة بعد إعلان وصدور القوائم النهائية؟ هي المؤشرات الأولية للمترشحين هم أصحاب يعني تعليم عالي، أصحاب الدبلوم العالي والبكالوريوس، فأكيد أنا أعول عليهم الكثير في أنهم يبدعوا في الحملات الانتخابية، يبدعوا في تعريف أو تعريف أنفسهم للمجتمع، إيصال ثقافته هو وما يريد إيصاله من خلال عقد أو من خلال فترة زمنية معينة يقضيها 4 سنوات للمترشحين يعني. دكتور يوسف، هل من ثمة نشاط أو حركة غير محسوسة ربما في عملية استقطاب الأصوات حاليا ولنقل حاليا في هنا في بعض في ولاية المحافظة من قبل المتقدمين كمترشحين، ما زلنا نسميهم كمتقدمين للترشح قبل صدور القوائم الأولية في هذه الأثناء حتى يتمكن الإجراء القانوني من رصده ومتابعته، هل من ثمة أي نشاط محسوس ربما كتفاعل اجتماعي يمارس ربما يفهم كحملة انتخابية أو دعاية انتخابية من قبل البعض الذين تقدموا بطلب الترشح؟ ظاهريا ما لمسنا أي شيء ولا سمعنا في شيء، إلا أن البعض يتساءل عن هؤلاء المترشحين والمتقدمين وما هي مؤهلاتهم العلمية وكفاءتهم وخبراتهم، فمجرد هو كتساؤل فقط، وأما أنه هو يقوم بحملة انتخابية أو يعمل يعني مثل دعاية لنفسه ما سمعنا منها شيء يعني. ولا توجد هناك مثلا لقاءات جانبية حتى أبدا لا. لا توجد لا لقاءات جانبية ولا غيره، فقط هو كتساؤل من الناخبين يسألون المواطنين بانتظار طبعا القوائم، بانتظار القوائم. دكتور طيب، يعني في ظل مرور 7 فترات انتخابية حقيقة في عمر مسيرة الشورى العمانية بتجربتها اللافتة، يعني كيف يمكن التعليق اليوم على فقه الناخب في فك الارتباط التدريجي بين قوسين من استقطابات الوجاهة الاجتماعية إلى المصلحة العامة للمشروع الوطني؟ الناخب اليوم أصبح أكثر وعيا من ذي قبل. الناخب اليوم أصبح يفكر بمصلحة الوطن والمواطن قبل أن يكون هناك مصلحة في القبيلة أو المكان أو المصالح الخاصة الأخرى، يعني الاعتبارات أخرى. الناخب الآن أصبح أكثر وعيا، لأن خاصة نحن نتكلم عن ناخبين أكثرهم أو أغلبيتهم من شريحة الشباب من سن 21 فما فوق، وهم شريحة الشباب أكثر وعيا وإدراكا، ويعرفون من هو من سيخدمهم أكثر من غيره، من هو أكثر يعني تمكنا في هذه الجوانب بحيث يقدم عطاء أكثر في مجلس الشورى ككونه عضو وممثل للولاية التي هو منها يعني. نعم. دكتورة مريم، هل تعتقدين بأن المرأة هنا تبذل مجهودات كبيرة يعني ستكون بها قادرة على بناء قناعات أكثر اجتماعيا لأن تدفع بنفسها إلى مراحل متقدمة في المستقبل؟ أتوقع في الفترة الحالية من الأساسيات طبعا الحصول على شهادة الدبلوم العالي، وهي أحد الأسس اللي تهيئ المرأة للدخول في هذا المجال، وليست أي مرأة وإنما ذات الخبرة والكفاءة العلمية. الأمور الثانية اللي طلعنا عليها أن المرأة سواء كانت المرشحة أو الناخبة يكون لها أهداف وتسعى إلى تعرف على المرشح للولاية مرشح أو مرشحة، تركز في الفترة الحالية أيضا على الرسالة الانتخابية اللي يطرحها المرشح أو المرشحة.
سابقا كان نظر إلى يحقق لنا في الولاية كذا، أو نطمح لأنه من عائلتنا تكون الحصول على مكانة اجتماعية مميزة. أما في الفترة الحالية فالنظرة اختلفت، لأن المهام الملقاة على عاتق أعضاء مجلس الشورى أصبحت أكثر تعقيدا وأصبحت ذات أهمية في تطوير وتنمية السلطنة ككل. وبالتالي المرأة الواعية المتعلمة وهي أغلب الناخبات حاليا تقرأ في سيرة ذاتية للمرشح والمرشحة، تحاور في الأجندة البرلمانية اللي يطرحها خلال فترة مشاركته في المجلس. نعم. طيب دكتورة، يعني ما هي أبرز التحديات برأيك كمتابعة التي تواجه المرأة في عملية الترشح والنقل هنا في مجتمع محافظة مسندم، رغم أن مكانتها العلمية ومكانتها المهنية حقيقة هي مكانة لافتة بامتياز في الواقع، وأمامنا أنت خير مثال اليوم تتحدثين أمامنا في برنامج حواري عن العملية الانتخابية. في الحقيقة مثل ما ذكرت في عقبات تجاوزتها المرأة، عقبات موجودة في الدول ككل، ولكن في سلطنة عمان تجاوزتها من ناحية ثقافة المجتمع، وعي المجتمع لأهمية ترشح المرأة والمرأة ودعمه للمرأة المترشحة، الكفاءة تجاوزتها. نعم. على مستوى التمثيل الانتخابي في مجلس الشورى تجاوزتها من ناحية وجود دعم العائلي ودعم القبيلة والمجتمع لمرشحتهم. يعني المجتمع تقبل يسمح كما هو التشريع والقانون. نعم. بأن المرأة تنطلق كناخبة وتنطلق كمترشحة. نعم. في الواقع ويقدم لها الدعم، لأن المرأة لن تدخل في القطاع الشأن العام والشأن السياسي وأحداث التغيير إلا إذا كان هناك دعم أولا من العائلة، ثانيا العقل، وتقدم واقعها يعني امرأة تشق طريقها يعني بمعية الرجل. صحيح. في إنجاز المشروع الوطني، وأيضا متساوية في الحقوق والواجبات، لأن المرأة حاليا تشعر أن مساهمتها في التنمية لا يمكن أن تقتصر على وجودها في مجال الخدمات مثل المعلمة، الطبيبة، الممرضة، المديرة، لكن أيضا في التشريع والرقابة. لكن ألا تعتقدين أنها ما زالت بحاجة، عفوا المقاطعة، إلى دعم اجتماعي وخاصة فيما يتعلق بالتمثيل الانتخابي؟ نعم. الخاص بمجلس الشورى. طبعا. اليوم ما زلنا أمام مقعد واحد فقط في مجلس الشورى. طبعا. العوائق أو ممكن العقبات التي توقع أنها تواجه المرأة عقبات اجتماعية، مسؤولية المرأة تجاه أسرتها بالمقام الأول، فشغلها أي وظيفة يعني في نفس الوقت مع مهامها كربة أسرة تشكل بالنسبة لها عائق، والناخب يعني يفكر ألف مرة قبل أن يرشح المرأة أو الرجل بإمكانية قيامه بالمهام المتوقعة منه. ثانيا في وجهة نظري أيضا في عوائق مثل العائق المادي، المبالغ يجب أن تكون متوفرة، والاستقلال المالي يجب أن يكون متوفرا أيضا. حتى المسخرة في الحملة الانتخابية تقصدين؟ حتى تسخر في الحملات الانتخابية. نعم. نعم. لأن هذه الناحية تدعم المرأة كثيرا. أيضا عدم وجود دعم من الجمعيات النسائية أو الجمعيات الأهلية أو فرق التطوعية النسائية. بعض النساء أيضا المتقدمات للترشح يفتقدون القدرة على أو مهارة وجود الفئة الداعمة حولهم، لأن توفر الفئة الداعمة في المجتمع تساهم في تعزيز ثقة المجتمع بالمرشحة، خصوصا إذا كانت من الفئات الداعمة فئات مؤثرة مثل الأعيان والوجهاء. نعم. سعادة الوالي، لا شك أن العملية الانتخابية يعني في تمرحلها هناك تطور مرحلي فيما يتعلق بعملية التنظيم، كيف يمكن أن نتحدث عن التطور التقني في انتخابات الفترة القادمة، وكذلك ترسيخ مفهوم الشفافية في المراكز الانتخابية؟ أكيد إذا جاءت مرحلة
أو فترة انتخابية جديدة، أكيد هناك بيدخل تقنية جديدة تساير متطلبات العصر، تساير كذلك متطلبات العمليات الانتخابية اللي تجرى سواء كان في السلطنة أو في دول أخرى. فلله الحمد كلجنة رئيسية وكمسؤولين عن هذه العملية الانتخابية لم يألوا جهدا طبعا في إيجاد جميع الوسائل جميع التقنية الحديثة في العملية الانتخابية وتسهيلها على جميع الناخبين. ففرق كبير ما بين الفترات الأولى والفترات الحين قد يكون الحين بندخل في الثامنة اللي عاصرهن يرى إيش التقنية اللي موجودة في الفترة الأولى والثانية والثالثة إلى آخره، حتى الفترة الثامنة في فرق عظيم جدا يعني في التقنية في الوسائل في كل ما من شأنه تسهيل العملية الانتخابية وأن تجرى بكل شفافية ويستطيع الناخب أن يدلي بصوته بكل أريحية وبكل سهولة يعني. نعم، نعود لموضوع الحملات الانتخابية سعادة الوالي، هل تتوقعون أي تغيير في اتجاهات المترشحين في الحملات الانتخابية مع وجود المسموحات الكثيرة الآن يمكن أن تدخل فيها عملية الحملات الانتخابية إلى جانب الحملة الانتخابية الإلكترونية اليوم التي دخلت إلى وسط الحدث؟ أكيد وعي الناخب ووعي المترشح كذلك يرتقي سنة بعد سنة فترة بعد فترة، وأصبح عنده من الخبرة بما كان أن يدير حملته الانتخابية أكيد بكل اقتدار، وأن يستغل كذلك ويستفيد من جميع وسائل التواصل الاجتماعي سواء كان المقروءة المسموعة أو المكتوبة. فنتمنى للجميع اللي تقدموا طبعا في كافة ولايات السلطنة التوفيق وأن يصلوا طبعا إلى ما يصبوا إليه. نعم أستاذ خالد، يعني هناك من الواضح ما زال خلط لدى كثيرين بين عمل مجلس الشورى وعمل المجالس البلدية وكلها بالواقع مجالس منتخبة. هناك من ينبه الآن عملية الاقتراع ستكون نهاية هذا العام أمام حملات انتخابية، ما زلنا لدينا فرصة للتفكير في أين نضع هذا الصوت أو ذاك، كيف يمكن أن يتنبه المواطن الناخب لأثناء العملية الانتخابية للمترشح في ضوء هذا الفرق بين الاختصاصات المجلسين أو المجالين مجال المجالس البلدية ومجلس الشورى؟ طبعا ما لا شك أن ما زال هذا الخلط واضح، ما زال كواقع ما زال البعض أو الكثيرين لديهم خلط بين عمل المجلسين البلدي ومجلس الشورى. الاقتراب الفترة هي اقتراب المجلسين من بعض، يعني البعض يقول أن الخوف من أن يبنى صوت الناخب على هذا الخلط هو كواقع موجود. كيف يتنبه له الناخب اليوم والآن ما زال لديه متسع للتفكير ولأخذ يعني المعلومة الدقيقة والقرار السليم الذي سيتحكم في تصويته؟ أيوة من ناحيتين، الأولى من الحملات الانتخابية التي يقوم بها الناخب طبعا، لأن الناخب أصبح المترشح أصبح مدرك لماهيته ودوره التشريعي الرقابي، عليه أن يصل ماهية مجلس الشورى إلى المترشح واختصاصاته. أيضا على الناخب أن يطلع أن يكون أكثر. أصبحت في مجلس الشورى لجان تخصصية عمل مؤسسي صحيح. لديه مسؤوليات كبيرة في خدمة المشروع، مشروع عمان الحديثة. طبعا على الناخب أن وعلى المترشح أن يعي دوره، كذلك على الناخب أن يعرف أو يفرق بين عمل المجلسين حتى يصل إلى مشروع مثل ما ذكرنا عمان الحديثة. نعم دكتور يوسف، هل من تعليق في هذه الجزئية بالتحديد؟ كيف يجب أن يعني ينتبه صوت الناخب اليوم للتفنيد في اتخاذ قراره أثناء التصويت بين
عمل المجالس البلدية وعمل مجلس الشورى؟ هذا الموضوع بيتضح للناخب من خلال الحملات الانتخابية، من خلال التوعية خاصة في الأندية الرياضية وغيره، يوضح للناخبين دور كل المجلسين. مجلس الشورى هذه أدواره وهذه تخصصاته ولجانه، وكذلك المجلس البلدي فيما يخصه. فعندما يعرف الناخب دور كل المجلسين سيستطيع أن يميز بينهم ويختار المرشح الأنسب لهذا المجلس، مجلس الشورى. نعم. من وجهة نظري أنا أعقب على الموضوع أن لجنة الانتخابات لها دور في التوعية، في إيصال رسالة، في إيصال المعنى الحقيقي لمجلس الشورى للناخبين. نعم. سعادة الوالي، هل من تعقيب؟ على ما أظن أنه أصبح الناخب يعني يدرك ما هي اختصاصات مجلس الشورى، ويدرك كذلك ما هي اختصاصات المجالس البلدية. فبقى بدأ عملية الفصل، المجالس البلدية خدمية بالدرجة الأولى، والمجالس مجلس الشورى فيما أعطي من صلاحيات تشريعية ورقابية كذلك. الجيل الواعي خاصة الشباب يعني أصبح يدرك إيش هي الدور الحقيقي لمجلس الشورى، وكيف تطور في هذه المراحل الثمان إلى ما وصل إليه الحين من مما شجع طبعا كفاءات حتى في التقدم كما أسلفنا للترشح لعضوية المجلس يعني. نعم. وعلى المترشح أن يقدم حملته الانتخابية على هذا الأساس، على هذا الأساس ووفق هذه المعطيات طبعا. نعم. دكتورة مريم، يعني بعض تجارب المرأة هنا حقيقة من خلال متابعاتنا لديها إصرار واضح، يعني لدرجة أنها قالت اضطررت، يعني على لسانها تقول إنها اضطررت يعني اضطرت إلى أن تدخل البيوت لإقناعها من هي، بمعنى أنها بذلت مجهودات كبيرة لإقناع المجتمع بمستواها. هل تعتقدين أن المرأة في محافظة مسندم عليها أن تبذل مجهودات في المقابل كبيرة حتى تحقق الدفع الاجتماعي الذي تنشده في محافظة مسندم؟ أتوقع المرأة إذا كانت تسعى إلى الترشح فلا بد أن تبذل الكثير من الجهد، لأن التنافس قليل ولكن الكفاءة هي التي سوف تحقق النجاح. إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة نشكر ضيوفنا سعادة الشيخ راشد بن سعيد الكلباني والي خصب ورئيس لجنة الانتخابات بالولاية، الدكتورة مريم بنت صالح الصوالح الشحية طبيبة أسرة ومجتمع، الأستاذ خالد بن أحمد الشحي رئيس نادي خصب الرياضي، والدكتور يوسف بن عبد الله الشحي رئيس قسم التحليل والدراسات بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسندم. أشكر ضيوف هذه الحلقة الأعزاء، كما أشكركم مشاهدينا الكرام ومستمعينا أينما كنتم على لطيف متابعتكم. في أمان الله، ونلتقيكم في محافظة أخرى.